أيضا انتصار مهم جدا للوداد، هدفين مقابل صفر على أرضية ميدانه أمام النجم الرياضي الساحلي. ربيع، هل عاد الوداد لمستواه المعهود بعد خروج سيباستيان دو سابر، أم أنه النجم الرياضي الساحلي صراحة بعيد عن مستواه وكان خارج الموضوع خاصة من الناحية الدفاعية؟ وبالنسبة لي من الصعب أن نقول بأن الوداد عاد إلى سابق عهده، لكن أقول بأنه عاد إلى الطريق الصحيح. أقول بأن الفترة التي عاش عماد صبر كانت فترة إخفاق، يعني بالنسبة لعودة المدرب غاريدو، تعود الشخصية للمدرب، وهذا يتجسد في دخول النهيرة الذي كان سبب مباشر في أنه يسجل هدفين ويخرج فريق الوداد البيضاوي فاز بهدف، لأنه في فترة دو صبر كان متواجد وكان يعرف يعني المشاكل التي يعيشها النهيري، لكن لم يحرك ساكنا. واعتقد بانه غاريدو اول شيء تبان على شخصيه المدرب، ثم بعد التغييرات الطفيفه التي قام بها، مثلا غازادي يجلس على دكه الاحتياط، وزج بالحسوني كقلب هجوم. الحسوني قدم مباراه جيده. صحيح قدم مباراه جيده، لكن ممكن ان يؤدي اكثر اذا كان دائما مع نفس يعني تقريبا 9.5 تحت المهاجم او مع المهاجم في نفس الخط، لان غازادي صراحه اكثر حركيه، أكثر لاعب على مستوى سخاء خاصة في خلق المساحات، وكذلك على مستوى مربع العمليات. مش نفس البروفيل، واحد مهاجم كلاسيكي والثاني يعني مهاري وعنده الصعوبة الانفجارية. بطبيعة الحال أقول بأن غازادي كرأس حربة ينفعك أكثر، ومع ممكن الحسوني وراء غازادي على مستوى الفنيات لاعب جيد يمتاز بالمراوغات الواحد ضد واحد، أكيد بأنه مركزه هو الأفضل، ممكن يعطيك أكثر. فريق الوداد لا يستحق، صحيح أنها كانت على مستوى الكرات الثابتة أو العرضية كما نقول، لكن كانت هذه مفاتيح لعب، لاحظناها تقريبا 90 دقيقة، وهو دائما البحث عن العرضيات من أجل أنه يتم تسجيل هدف بالرأس، ونجح في ذلك عن طريق النهيري، وليس جديد على هذا اللاعب الذي دائما يتألق في الشامبيونز ليج ويسجل أهداف حاسمة. صحيح، هو ثنائية كاسادي والحسوني تذكرنا بثنائية النجم الرياضي الساحلي ما بين المهاجم كوليبالي قريب جدا من كاسادي، والحسوني قريب جدا من كريم العريبي تقريبا في البروفايل. تقريبا. كريم العريبي راس حربه صحيح، لكن الحسوني انا نشوفه كصانع العاب ومهاجم ثاني، يعني على مستوى المهاجم اكثر تسعه على مستوى الفنيات الحسوني افضل. طارق، المباراه المره الاولى على دكه الاحتياط بالنسبه للسيد غاريدو، وايضا المره الاولى على دكه الاحتياط بصفه رسميه بالنسبه لقيس الزويغي، لانه قيس الزويغي لم يكن على دكه الاحتياط في مباراه نجم المتلوي، يعني مباراه خاصه جدا. وغاريدو يعني صراحة هو الذي استفاد من الوضع، يعني طبعا واضح أنه غاريدو قيس الزويغي ظهر أنه لا يعرف النجم الساحلي ولا يعرف الوداد، في حين غاريدو يعرف النجم الساحلي طبعاً ويعرف الوداد. طبعا الأسبقية كانت هنا، وهذا مهم جدا للمدرب، ويعني بين أنه غاريدو على الأقل من المدربين الجيدين، يعني قرأ المباراة. كيف قرأ المباراة؟ خاصة لما تشوف أنه ركز كل لعب الوداد على الاطراف وعلى العرضيات وغير مقبول. اول ما راح اقولها لانه كنت دائما ننصف النجم الساحلي، غير مقبول انه هدفين يتسجلوا تقريبا بنفس الطريقه. لالينيومون الانصفاف كان ضعيف جدا، ما فيش انصفاف، لانه كان ممكن في الهدف الاول يكون اوف سايد بطريقه سهله جدا لو كان المدافعين فيه لو خرج خدام بن عزيز، وفي الهدف الثاني نفس الشيء. تكرار الاخطاء هذه كانت سبب كبير في الخساره. في نفس الوقت لما نتكلم عن المدرب الجديد، انا نظن انه من المجحف انه اللاعب العريبي ما يبداش المباراه، وهو هو الهدف الرئيسي للفريق في الشامبيونز ليج. انا نظن انه كان المفروض على الاقل تعطي له هذه الفرصه. ولما تنتدب لاعبين، خاصه لاعب مثل زردوم ومواقيل، لاعبين ممتازين جدا، والمستقبل راح يبين انه هاد اللاعبين راح يكونوا اضافه كبيره للفريق، كان على الاقل واحد منهم يكون على الاقل في 18 لاعبين. انا نظن انه هذا ممكن كان سبب في انقاص قدرات الفريق. هو طارق دافع على الثلاثي الجزائري، لا كريم العريبي مواقي اتفق مع زردوم، انا طبيعي نمزح مع طارق، اتفق معه بالنسبه للعريبي، لان اعتقد بان كوليبالي لما يكون على الاروقه يكون اكثر فاعليه، لكن كذلك بالنسبه لي بالعربي والمساكني بحكم معرفتنا بالدوري التونسي، اعتقد تثبيتهم على الاروقه يعني على حسب رايي الشخصي كان ممكن عدم توفيق من المدرب. كذلك تلعب ثلاث لاعبين يعني على مستوى كلاعبين بنفس
المواصفات نفس المواصفات يعني من الصعب انك تصنع في وسط الميدان كلهم فكاكين بطبيعه الحال. كان ممكن لعب اثنين بالعربي او المساكني شخصيا نشوفوا من وراء المهاجم كصانع العاب كوليبالي على الطرف والعريبي كراس حربي. نمشيو نعملوا نمشيو ندغدغوا محمد الميغودي دغدغه بسيطه جدا. هو استاذ محمد الميغودي نتحدثوا على جريده من شويه ولكن الجميع يتحدث انها ضربه معلمه لسعيد نصيري انه جاب جريده في هذا التوقيت بالذات قبل مباراه النجم الرياضي الساحلي. يعرف جيدا النجم الرياضي الساحلي يعرف سعيد نصيري انه تاهل للسيمي فاينل الشامبيونز ليج الافريقيه ممكن يغير الوضعيه تماما واعتقد انه لعب الورقه الصحيحه ان صح التعبير. شخصيا في برنامجكم قلت لما انفصل فريق الرجاء الرياضي عن جاريدو قلت بانه خطا فادح وقلت بانهم سيندمون على هذا الرجل لان الرجل عنده كاريزما، الرجل ايضا على مستوى التكتيك رجل قوي، على مستوى الكوتشينج رجل قوي. واقول ايضا وبكل نزاهات فكريه وناقشت ذلك مع ربيع قبل البرنامج وقلت بان من القرارات الذكيه والقرارات الموفقه القليله جدا لسعيد الناصري هو انه تعاقد مع جاريدو لان جاريدو يعرف النجم الساحلي التونسي وايضا كان يعرف فريق الوداد الرياضي وهو يلاقيه في الدوري المغربي. بكل نزاهه فكريه بكل شجاعه اقول بانه كان ذكيا جدا وموفقا جدا في اختيار جاريدو. ومع ذلك اقول ان لقاء العوده لا يجب ان نتعامل معه بمنطق الاستعلاء ومنطق اننا قد فزنا وقد تاهلنا الى دور النصف. لقاء قوي يجب ان نتعامل معه بذكاء ويجب ان نتعامل معه ايضا بحكمه. وايضا لا يفوتني اطلاقا أن ننسى ما قام به جمهور الوداد الرعب الذي قام به في الملعب. جمهور كان عظيما رائعا ساند الفريق من الأول إلى الأخير كما كان يوم الجمعة أيضا لجمهور فريق الرجاء الرياضي. وأقول بأن كرة القدم الوطنية المسؤولين المغاربة أعداء الألتراس عليكم أن تفتخروا بما قدمه جمهور الوداد وجمهور الرجاء من دعم لكرة القدم الوطنية ومن تسويق لكرة القدم الوطنية. وأنا شخصيا أنا أقول على مسؤوليتي ما نشاهده من جماهير الرجاء والوداد في ملعب محمد الخامس تقريبا هو الأفضل عالميا في الفترة الأخيرة. ليس هناك ما يضاهيه حتى في أمريكا الجنوبية حتى في البومبونيرا ومباريات كبيرة مثل البوكا والريفر المباريات الجماهيرية لا نشاهد العروض الجماهيرية أتحدث والتيفو التي نشاهدها في المغرب تقريبا الآن هي الأفضل عالميا وبدون منازع. نمشي مباشرة نادر داود بالنسبة لمباراة النجم الساحلي والوداد. نادر جا روجي لومير لعب بثلاثة لاعبين في محور الدفاع، جا جاريدو لعب بثلاثة لاعبين في محور الدفاع، الآن عدنا بلاعبين في محور الدفاع وشاهدنا ما حصل للنجم الساحلي. يعني لماذا؟ هل ترى أن روجي لومير لا يعرف؟ هل ترى جاريدو لا يعرف؟ يعني الواضح أن النجم الساحلي يعاني من صعوبات وخلينا نكون واضحين بهذا الدفاع وبدون حارس مرمى ليس بإمكان النجم الرياضي الساحلي أن يذهب بعيدا. هو السؤال فيه إجابة وتحليل ضافي وشافي. واليوم فهمنا تمنيات الكابتن ربيع العفوي قبل القرعة بأن الوداد يقابل النجم الساحلي، هذه من ناحية. الإشكال ليس في ثلاثة أو لاعبين، الإشكال هو التكامل والتناغم والتجامس واختيار لاعبين مناسبين إذا كان لعبت بلاعبين فقط أو ثلاثة لاعبين مع لاعبي أطراف. لما تختار كوناتي آخر مباراة لكوناتي مع النجم الساحلي هي مباراة الترجي يوم 15 جانفي. ماذا تطلب من لاعب له شهر ونصف بعيد عن نسق المقابلات ويعود في مقابلة الشامبيونز ليج مع الوداد في المغرب؟ وعندك اللاعب السلامي الذي في شهرين الأخيرين لعب 9 مباريات بالتمام والكمال منها بلاتينيوم والأهلي المصري في مصر كظهير أيمن وأبل البلاء الحسن، خطأ على مستوى الاختيارات والكاستينج من المدرب. اختيار 4-3-3 هو هيكل أراد عوض 3 في المحور، أراد أن يكون التعبئة في وسط الميدان بعيو مثناني وبن عمر. فكرة أوكي مقبولة لكن النجم له مدة طويلة لم يلعب بهذا الأسلوب، يلزم الوقت حتى يتعود اللاعبين على هذا الأسلوب وآليات تطبيق هذا الأسلوب هجوميا ودفاعيا. لما تقوم بالتغييرات وتدخل الشيخاوي آخر مباراة للشيخاوي يوم 28 ديسمبر يعني منذ شهرين بالضبط، ماذا سيقدم الشيخاوي في نصف ساعة أخيرة؟ الفريق متأخر 2-0 مع وداد متألق وممتاز على كل المستويات لا شيء، وأنت عندك الحناشي وعندك داروين لاعبي رواق.
كيف تلعب بثلاثة لاعبين مساكني شيخاوي في راس بلعابي بنفس الخصال كلهم صانعي ألعاب وأنت في حاجة في الوقت ذاك للاعبي على الأطراف يمتازون بالسرعة بالمراوغات بالتوزيعات أن يدخلوا لمنطقة 18 وبالتالي مثل ما تكلمت على الترجي الرياضي هي مشكل خيارات فنية فلسفة للمدربين في مقابلات مهمة اعتماد لاعبين ليس لديهم نسق المقابلات وبالتالي مجاملة بعض اللاعبين على حساب لاعبين آخرين رؤية فنية خاطئة تغييرات أثناء المباراة لا تتماشى مع طبيعة اللاعبين وحسن توظيف اللاعبين وبالتالي خسارة منطقية للنجم في المغرب. واضح الفكرة وصلت. نادر قبل من ودعك من تونس مباشرة سؤال في إجابة في 10 ثواني، من الفرق التونسية التي تؤهلها ممكن للتأهل للمربع الذهبي أو للمرور للمربع الذهبي؟ المهمة صعبة للفريقين لكن أعتقد الترجي هو الأقرب أن يكون موجود في النصف النهائي. شكرا جزيلا نادر داود من تونس، كنت متألقا وواضحا كالعادة، شكرا جزيلا.